جدا اهلي وزمالك في بطوله الدوري، شايف الدربيات ازاي وانت بتميل اكتر للاهلي ولا الزمالك؟ والله شوف انا بكل صراحه يعني المباراه دي بتكون صعبه بين الاهلي والزمالك، في تحدي في تاريخ يربط الفريقين، لهذا ستكون دائما المباراه صعبه، ولكن اعتقد في البدايه تاع الموسم ده اعتقد الزمالك في المركز الاول يقوم بعمل كبير. متابع واضح انك زملكاوي. يعني شوي شوي شيكابالا لاعب ممتاز فنان، يعني الكره المصريه دائما تخدم لاعب. الان بدون نادي احترف في البرتغال وعنده مشكله، تنصح شيكابالا تقول له ايه وهو موهبه يكفي انه لفت نظر نجم كبير بقدر رابح ماجد؟ والله بكل صراحه شيكابالا لاعب كبير، ممكن موش محظوظ ولكن عنده امكانيات كبيره وقادر يلعب في اي نادي في اوروبا. انصحه ان يبقى قويا، يبقى قويا وما يرمي السلاح، ما يرمي السلاح، يشوف يعني فريق او نادي اخر لكي يدخل بقوه ويثبت مستواه للاوروبيين عشان انه هو لاعب كبير. هل فكرت في يوم ما ان تلعب للاهلي او الزمالك في مصر؟ لو اتيحت لي الفرصه كنت سالعب في الزمالك. من بقى، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي متعصب. تكلم جد؟ اي والله والله العظيم جد والله فعلا. اي والله. يعني بتتابع الزمالك وانت في الكويت؟ اي والله تابع الزمالك فعلا. اي نعم، لان صار له يمكن الزمالك الموسم اللي طاف قدم مستوى طيب، والموسم هذا قاعد يقدم مستوى طيب، بس الموسمين اللي قبل ما كان يقدم مستوى طيب، كان عنده مشاكل في الجهاز الاداري، الفني، الجهاز، حتى في مجلس الاداره. يعني انا متابع الفريق الزمالك صراحه. مين المدير الفني دلوقتي للزمالك؟ العمده حسام حسن. طيب وانت وليد اهلاوي ولا زمالك؟ انا غير عن جراح، انا متعصب متعصب. زمالك زمالك. يا نهار ابيض. واتوقع النتيجه كم؟ 2-1.